نفتح بقى صوتنا ونقول الكلام اللي ما بيتقالش. خش واقفل بقى علشان نسمعه. المفروض ان اقوله وانا بتوشوش شويه، اقوله بصوت عالي. في كلمتين خلصت الفهم، فما تجيش يا حبيبي فهمت. هتتكلم قلت لنا على نزلت هتفتكرك بعد واحد بقى لون كلمني ساري غالي زي بنتي الصنف غالي علي زيك كله بالحب اللي مني الله بترجع يسندني ما برجع ضايع زمني دايرة بتنطر المزيف وعيون بصاصة حاسدني. شفتك مرة اتنين او تلاتة بس مش فاكر اي حاجة. اسطى بشك في غلطة كانوا بيردعوا الكلام يا اسطى، في لسه في منهم سالفة 2023 يا اسطى، فاهم قصدي؟ في يا اسطى مشاك في صفة من الجداد قدرنا اللقاء تخلص في انقداد ركز بس في البار افهم من اللي الدار وانا بس في الانتظار مامكم مش في الكار مش في الشارع مش في البار. سألت مين الصفقة كم جرام بس جيف تفتيش يا باشا لا مفيش حق فيش اكون كتير عبد اللي راح لا المرشدين شمال عاملين حصار بس انا اللي عامل مذيع عشان مفيش وقت الحجم الوضيع اقل وديل فتركبوا السريع عشان عليك فك تحب الهري كتير وشغلة شغلة اللي تتموتوا في الحرق ادور معك حق انت مين بس فاكس الراب خش في الرسم خش في الجد لما قصرت الجد بواخت انت مش حاملة كل هم جاملة كله ليه وقت بعد البوم كلمني سارة غالي زي البنتلي الصنف غالي علي زيك كله بالحب اللي مني الله بترجع يسندني دايرة بتنطر المزيف وعيون بصاصة حاسدني بعد كده لما تيجي تكلمني يقول